الحمد لله الذي كرمنا بالإسلام والإيمان، وأعلى درجاتنا بالقرآن، وشرفنا على خير الأمم السابقة واللاحقة بالصيام والقيام، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد القوي العزيز المقتدر. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إلهي لك الحمد الجزيل مع الثنى على نعمة الإسلام أفضل مجتنى، فجودك فياض وعدلك واسع، وبابك مفتوح لمن جار أو جنى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله خير من صلى وصام وقام وتلى القرآن وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يتبعه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. بلغ العلا بكماله، ملأ الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم يا ربنا عن صحابته الطيبين الطاهرين، وعن آل بيته الغر الميامين، وعمن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد اجتمعنا اليوم في هذه الجمعة المباركة التي تعتبر جمعة الوداع، وإن سماها غيرنا جمعة الثبات والنصر، إنها جمعة الوداع. وفي يوم الوداع يطيب لي أن أوجه لأهلي وإخواني ثلاث كلمات. الكلمة الأولى: إن انقضاء الشهر يدل على انقضاء العمر، إن انقضاء شهر رمضان هو أكبر دليل على قصر عمر الإنسان وعلى زوال هذه الدنيا من الزمان والمكان. نعم، نودع رمضان بقلوب امتلأت بالحزن والأسى والحسرة على الإفراط والتفريط، فمن قصر أو فرط فما زالت أمامه الفرصة، فرصة القضاء في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تحروا ليلة القدر في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إخوتي، رمضان ولى، فهل نعيش إلى رمضان آخر؟ إخوتي، رمضان كاد أن ينقضي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا
وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. إخوتي، رمضان ولى كما ستولي الدنيا، فالدنيا عمرها قصير وخطرها كبير. آه آه من قلة الزاد ووحشة الطريق، بها يقول الإمام علي رضوان الله عليه: لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها، فعمرك قصير وخطرك كبير. آه آه من قلة الزاد وبعد المسافة ووحشة الطريق. الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. دنيا مهما جمعنا فيها فسوف يؤول إلى غيرنا، لنا في كل يوم ميتا نودعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. فماذا علينا قبل الوداع أن نفعل؟ تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من سليم يرتجى طول عمره، وكم من سقيم عاش طولا من الدهر. My dear respected brothers and sisters in Islam, we feel sorry today by saying goodbye to Ramadan. But that tells us, if Ramadan was short, if we feel that Ramadan was short, our age is shorter than the month of Ramadan, because life itself is short. My dear respected brothers and sisters, what should we say or do before the end of Ramadan? The end of Ramadan, it is the biggest proof that our end is coming. Our ends are coming. Every one of us is going to die, sooner or later. عش ما شئت فإنك ميت. Live as much as you like, you will die, I will die. Tomorrow or after tomorrow or next year or after 10 years or more than that or less, death is coming. Ramadan is telling us, I came as a guest just to remind you with remembering Allah subhanahu wa ta'ala. الرازق الخالق المحيي المميت. In the beginning of Ramadan, some people thought that Ramadan is going to last forever. But Ramadan is gone, almost over. أيها الإخوة، shall we ask ourselves about the first 10 days of Ar-Rahma, the second 10 days of Al-Maghfirah, the 13 days of Al-Itq min al-Nar? What did we do in that period of time? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Did we recite the Quran properly? Did we attend to Taraweeh prayer? Did we donate في سبيل الله? Are we remembering المساكين، الضعفاء، الفقراء، العراة، المستضعفين هنا وهناك؟
Are we remembering them in the days of Ramadan, at the nights of Ramadan, or we are forgetting about everything because we are busy with الدنيا? We should make تزود أيها الإخوة. Be ready for meeting Allah subhanahu wa ta'ala, because we never know we will meet him subhanah. Nobody knows. There is no rule for the death. قد يموت الطفل والجنين في رحم أمه والدكتور وهو يجري العملية قبل السقيم وقبل المريض. The doctor could die while he is doing the operation to the sick person, and the sick person could live more than the doctor. So that is the rule of death, means no rule. Then we should be prepared all the time by doing الصالحات, the good deeds. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الكلمة الثانية, مدرسة رمضان مدرسة تعلمنا فيها الكثير, بل ينبغي أن نتعلم منها المزيد. تعلمنا فيها الصبر, فالصبر هو الذي يعين الإنسان على الحياة, وهو الذي يشكل نصف الإيمان فيعين الإنسان في الآخرة على دخول الجنان. الصبر درس من مدرسة رمضان. نصبر على الأسى ونصبر على الأذى ونصبر في طاعة الله ونصبر عن معصية الله, فالصبر هو مغزى من مغازي هذا الصيام ومن حكم هذا الصيام, لأن الله يريد للمسلمين أن يصوموا وأن يصبروا على كل ما يواجهونه في حياتهم. It's full school. One of the lessons is الصبر. Remain patient as a Muslim, as a fasting person. Remain patient. Be من الصابرين. Why? Because life is full of حسرات and مرارات. Ramadan is more joyful than the whole life. لأن للصائم فرحتان. Because there are two joys for a الصائم. فرحة إذا أفطر فرح بفطره, وفرحة إذا لقي الله فرح بصومه. Person gets happy when he breaks the fast because of the best deed that he ever done for the sake of Allah. The second farha or joy is the one if you meet your Lord while you are fasting or during the month of Ramadan. As-sabr leads us to live in this life with less miserable time, with less sorrows, because as-sabr is nisful iman, half of al-iman. We learn from the madrasa of Ramadan at-talaqi wat-tarahum wat-talahum, al-iltiqa, at-tarahum. فكم من فقير في العالم لا يملك المائدة التي تأكلها عند الفطر, بل إنه لا يجد عند الإفطار كسرة خبز, بل إن هناك من المسلمين الملايين الذين يهددون يوميا بالمجاعة والعري والفقر والمرض, فماذا شعرنا معهم في شهر رمضان. We learn that we are in a big ni'mah, big bounties from Allah subhanahu wa ta'ala. He's offering us